ويقول له جبرائيل، يقول له لإبراهيم عليه السلام، يقول له لإبراهيم: وإبراهيم قد ألقي إلى النار، حطوه بالمنجنيق من بعد وقد فوق، إجا يهوي بين السماء والأرض. اعترضه جبرائيل، قال له: هل من حاجة؟ راح تطيح بالنار الآن، أكو عندك حاجة أرفعها؟ قال له: علمه بحالي يغني عن سؤالي. شال الآن مبكي مضموم عليه، ما يعرفه هو، ها؟ هو يعرفه، هو مطلع عليه، وأنا أجي هو أشفق علي من روحي، هو أرحم بي من نفسي اللي أفاض علي الوجود، يعني أنا الآن أقترح عليه؟ لا، علمه بحالي يغني عن سؤالي. أما هذا اللون من رباطة الجأش والصلابة والصبر وتوطين النفس على التحمل، يقول: إنا وجدناه صابرا.